للوقوف أكثر على الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والحكومة في بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبد الوهاب القصاب. أستاذ عبد الوهاب، بداية مرحبا بك. عودة إلى الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والحكومة في العراق بعد أيام، يعني الفارق الجوهري في الحوار المنتظر هو اختلاف الإدارة الأمريكية، يعني ذهب ترامب جاء جو بايدن، كيف يكون شكل اللقاء برأيك في ظل الإدارة الجديدة؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة هو هذا موضوع الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة هو موضوع حقيقة ملف مفتوح لم يغلق نهائيا، خصوصا وأن المتغيرات فيه موجودة على الدوام. عندما نتحدث عن حوار استراتيجي ينسحب الذهن مباشرة إلى الوجود العسكري الأمريكي في العراق، والذي هو أحد أهم مظاهر حقيقة اتفاقية الصوفة بين العراق والولايات المتحدة. لكن هنالك ثمة يعني أبواب كثيرة. بادئ ذي بدء، أنا أود أن أعلق على خبر ورد في نشرتكم منسوبا إلى الشيخ جواد الخالصي بأن أمريكا هي التي تتحكم في العراق. واقع الحال يعني أنا وأنت والمشاهدون والسيد جواد الخالصي يعلمون بأن المتحكم في الشأن العراقي حاليا هو ليس الولايات المتحدة، الشأن العراقي الداخلي على الأقل ليس الولايات المتحدة وإنما إيران وميليشياتها، بدليل أن هذه الميليشيات يعني تعيث في الأرض فسادا دون رادع ودون أن تتمكن حتى الولايات المتحدة من ردعها، وخصوصا وأن بعض أهم ممارسات هذه الميليشيات موجه إلى الوجود الأمريكي في العراق. طيب. إذن نعم أستاذ عبد الوهاب، يعني على الرغم من أن الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران في العراق يعني تعقد آمالا على احتمالية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، يعني لم تصوت يوما على ذلك، كيف ترى هذا الانفصام الذي تعيشه هذه الأحزاب بينما تظهر وبينما تبطن؟ هذه الميليشيات والأحزاب حتى الماسكة والقابضة على السلطة في العراق هي صدى، يعني صدى لسيده، صدى للذي المايسترو الذي يحرك من وراء الحدود الشرقية، ولذلك فإنها لا تتحرك بإرادتها. الذي كان يتحرك بإرادته هي المقاومة العراقية التي قاومت القوات الأمريكية والتي أجبرتها فعلا على الانسحاب. يعني لولا المقاومة العراقية البطلة لما انسحبت الولايات المتحدة بذلك يعني النمط العالي. يعني تركت العراق في يوم 31، أو تم الاتفاق على أن تترك العراق في يوم 31/12/2011 في وقت الذي أجبرها هو المقاومة العراقية وليس هذه الميليشيات التي تسعى لتحقيق أهداف الآخرين. أستاذ على أرض العراق هنالك تناغم حقيقة واضح بين ما تسعى إليه إيران وما تسعى إليه الولايات المتحدة. الصراع هو على الوسائل، الصراع هو على مدى التغلغل. هذا كان موجودا في زمن حكم الجمهوريين كما هو في زمن حكم الديمقراطيين. يعني عندما كان موجودا ترامب نحن لاحظنا كم تغولت الميليشيات بحيث تجرأت على السفارة الأمريكية وبدأ يعني بدأ سيناريو احتلال السفارة الأمريكية في طهران ماكينة للعيان في العام المنصرم. إذن إذا كان هنالك حكم جمهوري أو هنالك حكم ديمقراطي فهذه الميليشيات تمثل إرادة إيران وليس إرادة العراق. الآن هنالك أيضا ورد في التقرير الذي قدمتموه بأن إدارة بايدن متراخية أمام إيران، يعني حتى نكون دقيق يعني كنا نكون دقيقين حقيقة بالتوصيف، الإدارة ليست متراخية بقدر ما هي قد أتاحت للدبلوماسية مجالا للفعل، وذلك بحكم وجود فريق في هذه الإدارة يعني سبق وأن خاض حوارات مع إيران و انبثق الاتفاق النووي 6+1 في وقته في زمنهم على يد هؤلاء، ومن هؤلاء أسماء كثيرة يمكننا أن نعددها. إذن الموضوع هو ليس تراخي بقدر ما هو
مقاربة من مجال آخر. نحن لاحظنا أن أقصى ما فعله ترامب هو سياسة الضغط الأقصى التي كان يسميها، هي الضغط الاقتصادي الزائد وتصفية قاسم سليماني والذي كان معه، لكنه في نفس الوقت كان هنالك تغولا واسع النطاق للميليشيات الإيرانية على الأرض العراقية، بحيث صادرت إرادة الحكومة، وكانت الحكومة الموجودة حقيقة حكومة عادل عبد المهدي هي واحدة من أضعف الحكومات التي طيب. تولت أستاذ عبد العراق. الوهاب، في نعم. المقابل يعني الآن ما يجري، هناك إعادة تمركز للقوات الأمريكية في العراق، كيف تقرأ هذه التحركات من حيث يعني إلى أي مدى ممكن أن تكون يعني أن الولايات المتحدة هي فعلا بصدد الخروج من العراق؟ يعني نحن دعنا نستدعي أن هنالك اتفاقا مع الحكومة العراقية لتوسيع دور الناتو في العراق، وقائدة الناتو هي الولايات المتحدة، إذا حتى إذا ما خرجت الولايات المتحدة من الباب فإنها ستعود من الشباك. يعني فكرة أن تترك الولايات المتحدة العراقي هكذا فكرة بعيدة حقيقة، يعني تتعارض مع كل الاستثمار العسكري والسياسي الذي صرفته على الأرض العراقية. المطلوب أن تكون هنالك حكومة عراقية مسؤولة لكي تضع الولايات المتحدة أمام مسؤولياتها. الحكومة الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية كبيرة، بأنها هي التي فككت الدولة العراقية، هي التي دمرت الدولة العراقية، هي التي غزت العراق تحت مبررات غير صحيحة. إذن عليها أن تعوض العراق عن كل ما فقده في هذا المجال، أن تعيد بناء القوات المسلحة العراقية على أسس وطنية جديدة، أن تحسن حال الصحة، أن تحسن حال البنى التحتية التي دمرتها، أن تنعش الصناعة التي دمرتها. يعني وهناك الكثير، التعليم العالي الذي تم أيضا تفكيكه. ينبغي أن تكون هنالك حكومة عراقية مسؤولة، لا أراها موجودة حاليا ولا أتصور وجودها تحت مظلة هذه الأحزاب المتسلطة على رأس العراقيين. طيب. ينبغي أن تكون هنالك انتخابات حرة بعيدة عن المزايدات، بعيدة عن الطائفية، بعيدة عن الأحزاب السياسية التابعة لما وراء الحدود، لكي تأتي بحكومة تمثيلية تستطيع أن تقف الند بالند أمام الولايات المتحدة عندما يكون هنالك حوار استراتيجي فعلي. نعم. الآن أي حوار استراتيجي يذهب بالدروب الفرعية. الدروب الفرعية حقيقة كثيرة منها، واحدة منها الذي تعلنه الولايات المتحدة كذريعة لبقائها العراق هو منع إعادة ظهور داعش وتنظيم الدولة. هذا واحد من حقيقة هي الهدف الأساسي، هو لإقرار الاستقرار في العراق وإعادة بناء الدولة العراقية من الأساس لكي تتولى الحفاظ على مصالح الشعب العراقي والدفاع عن حدود الوطن العراقي ودفع طيب. المجتمع أستاذ عبد العراقي الوهاب، النظام في إيران وضع الإدارة الأمريكية الجديدة في اختبارات من خلال قصف مصالحها في العراق. ردت إدارة بايدن بعمليات نوعية، إلى أي مدى تعتقد أن هناك ربما ستكون على المدى المنظور أو على المدى المتوسط أو البعيد ربما تكون مواجهة ما قد تقع بين الولايات المتحدة وإيران، طبعا متمثلة بالميليشيات الموالية لها؟ الحقيقة يعني المستقرأ للأمر والمستقرأ لنفسية القيادة الإيرانية يرى بأنها يعني أضعف من أن تقف في وجه الولايات المتحدة. هي تدفع مخالب معينة لكي تخدش هنا، وهذا الخدش الذي حصل على الأرض العراقية وعلى الأرض السورية أو في اليمن في واقع الحال يأخذ من حصة مناصري إيران أو المتعاطفين مع إيران في طاقم الإدارة الجديدة. ونتيجة لهذا الضربة التي حصلت كانت نتيجة حقيقة لهذا، أن هؤلاء قد أحرجوا، لم يعد بإمكانهم وباستطاعتهم الدفاع عن وجهة النظر الإيرانية مقابل تعريض المصالح الأمريكية للخطر، وتعريض المصالح الأمريكية للخطر هي يعني خط أحمر في أسبقيات أولويات الأمن القومي الأمريكي. نعم. لن يسمح أي رئيس أمريكي لهذه المصالح بأن يتم تخطيها ويتم تهديدها، وبنفس الوقت لن يكون من المسموح إهدار دم أي أمريكي على يد أجنبية دون ما عقوبة. إذا هذه أعمال حقيقة يعني تنم عن ضعف إيران
في قدرتها على مواجهة الولايات المتحدة أو حتى الضغط على الولايات المتحدة مباشرة. هذه تنم عن مقاربة، دعني أقول شرقية، نعم لنمط معين من التفكير يختلف كثيرا عن النمط الذي تفكر به إدارة المعممين في طهران. المعضلة الكبيرة أمام إيران هي كيفية الخروج من هذا المأزق. كيفية الخروج من هذا المأزق، الرأي العام العالمي رسم الخط، وهو أن تسحب إيران يدها من كل منطقة المشرق العربي، وأن تعود لحدودها، وأن تكف عن تهديد العالم بترسانات معينة تحاول أن تصل إليها. هذه الوصفة هي التي قدمها العالم وليس الولايات المتحدة فقط. الرأي العام العالمي تقريبا بكله متفق على هذه الوصفة. عودوا إلى حدودكم، اهتموا بشعبكم، لا مشكلة للعالم معكم عند ذلك. هذه هي المشكلة. أما إذا ما عدنا إلى الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والذي سيمثل العراق في نفس وزير الخارجية الذي كان أمام بومبيو في الحوار الماضي، سيكون الآن أمام بلينكين، وبلينكين رجل أيضا يعني متمرس في إدارة الشؤون الخارجية، يعني صعد في مناصبه المختلفة في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، مع كل إدارة ديمقراطية كان له دور معين كبير في وزارة الخارجية حتى كان هو المساعد وزير الخارجية. نعم، شكرا لك، شكرا جزيلا. هنا على المفاوض العراقي تستقع مسؤوليات أن ينظر أين هي مصلحة العراق لكي يخرج من المأزق الذي أوجدوا أنفسهم فيه. وضحت الصورة أستاذ عبد الوهاب، نشكرك شكرا جزيلا. أستاذ عبد الوهاب القصاب، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.